حياكم الله. هذا مسجد أحمد بن حديدي رحمه الله، والذي قام ببنائه حوالي عام 390 للهجرة. تلاحظون معي، طبعا هذا المسجد حول لكنيسة بعد سقوط طليطلة، لكن يعني هذا المسجد لديه وعليه نقش تأسيسي، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. أقام هذا المسجد أحمد بن حديدي من ماله ابتغاء ثواب الله، فتم بعون الله على يدي موسى بن علي البناء وسعادة، فتم في المحرم سنة 90 و300. يعني نتكلم عن مسجد بني في زمن دولة بني أمية في الأندلس، في ظل حجابة المنصور محمد بن أبي عامر. الآن وقد اقتربنا من المسجد، تظهر لنا يعني عدة أنماط وأصناف من العمارة الداخلة عليه. يعني في نمط أصلي مثل هذا النمط البناء الأموي المعروف، والذي نراه بكثرة مثل إما في جامع قرطبة أو بعض يعني الآثار المتبقية من مدينة الزهرة. وهنا إضافة الحنية التي أضيفت بعد تحويله إلى كنيسة، وهذه الحنية أو البناء المضاف وعلى النمط المدجن. والنمط المدجن هو يعني نوع من الفن ظهر في بعض الحواضر الأندلسية مثل طليطلة بعد سقوطها من المسلمين، فأصبح يعني مثلا ملوك النصارى يستخدمون الحرفيين المسلمين الذين بقوا في هذه المدن كعمال، يعني يبنون لهم الكنائس والقصور والدور والأسوار، وكانت يعني تصبغ على هذه النوع من العمارة نمط بناء مأخوذ من الفن الإسلامي، وأصبح يطلق عليه لاحقا البناء المدجن. فالآن هنا يعني نرى بين الأساسي والأصلي الأموي والمدجن اللاحق في فترة عقب سقوط طليطلة وبعد إضافة الكنيسة أو تحويله إلى كنيسة. وندخل الآن إلى مسجد أحمد بن حديدي غفر الله له، الذي حول إلى كنيسة، وهذا هو المسجد من الداخل. ما شاء الله رحمه الله وغفر له وأجزل له الأجر والمثوبة. وقد حاك الطراز الأموي، هذا هو من بناء المسجد الأساسي. أما هذه الحنية التي أضيفت والتي صورت لكم في المقطع السابق الجزء المضاف من البناء المدجن للكنيسة، فهذا هو من إضافة الكنيسة على المسجد. يعني نحن الآن في حرم المسجد قبل تحويل الكنيسة، وهذا الجزء هو الجزء الذي أضيف على المسجد، وهي على الطراز المدجن، يعني نمط البناء الإسلامي، لكنه لم يبنى زمن المسلمين، بنيت كما ذكرت لكم بعد سقوط طليطلة بفترة بزمن. أما نحن الآن في جهة المسجد الأساسية والأصلية، وهذه هي القبب المعروفة الموجودة هنا، وفي حاكة بعض قبب جامع قرطبة، كيف لا، وهي بنيت في ظل دولتهم، دولة بني أمية رحمهم الله.